ألمانيا بها 450 ألف عراقي، 600 ألف من عندهم دائما يسألون شلون نجدد جواز السفر مالتنا، شلون نسوي وكالة، وشلون نسوي شهادة حياة. فيديو قصير راح أسولف لكم به على كل هذين الشغلات. شوية لأخلي قدام بالفيديو راح يطلع عندكم الولايات اللي تابعة للسفارة والولايات اللي تابعة للقنصلية بفرانكفورت، إنه أي خربطة بيناتهن ما راح يستقبلوكم وراح يرجعوكم. بالنسبة لموضوع تجديد الجواز، بنهاية الفيديو صورت لكم العملية كليتها، راح تشوفوها شلون تقدرون تجددون الجواز. بالنسبة للوكالة وشهادة الحياة وللجواز همينة، فتحتاجون مستمسكاتكم العراقية، الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن، إن وجدت إن ما وجدت ماكو أي مشكلة، بس أهم شيء الجنسية وشهادة الجنسية أو واحدة من عندهن. وأضافة إلى ذلك الأوزفايز أو الإقامة الألمانية، أصليات ومستنسخة همينة وصور. ونصيحة مني لكم، سووها من هذين النسخ والصور، سووها من عند الدي ام، ما راح تكلفكم كم يورو، احسن ما تروحون للمكاتب اللي يم السفارة، راح ياخذون من عندكم على النسخة الوحدة 20 و30 يورو، وانتو اذا رايحين عائلة 4-5 نفرات هاي 150-200 يورو على كم ورقة. حتى تسوون الوكالة تحتاجون مستمسكاتكم الاصلية والمستمسكات المستنسخة من الوكيل اللي راح تسووا له الوكالة، وصور الى اولكم 3x3. اضافة ويا كل وكالة انتو تسووها لازم تسوون شهادة حياة همينة، والشهادة الحياة راح تحتاجون الجنسية وشهادة الجنسية والصور. الفقرة اللي اريد اقول لكم اياها، انه القنصلية والسفارة مفتوحة من الساعة 9 لحد الساعة 3، ويستقبلون المعاملات لحد الساعة 2، واي معاملة تدخل بهذا اليوم لازم تخلص بنفس اليوم، يعني اللي يوصل الساعة 12 واللي يوصل الساعة 1 واللي يوصل الساعة 9 لازم معاملته تخلص همينة. اكو هواية من العراقيين اللي عايشين هنا ما عندهم جواز او جنسيتهم او اوراقهم العراقية موجودة عند الاوستندر. بكل بساطة تقدرون تتواصلون وياهم رسالة، ايميل، تليفون، انه انتم محتاجين هاي الاوراق على مود تسوون مراجعة، راح يدزلكم الاوراق تستعملوها، ممكن يقول لكم احتفظوا بها او ممكن يقول لكم لا رجعونا اياها، بس اللي اوراقه عند الدوله ما يخاف يتواصل وياهم، ينطوه اياه يستعملها، يكمل شغل بيها ويرجع لهم اياه. وحتى نخصم الجدل بيا ولايه تابعه للسفاره او للقنصليه، هنا انا مكتوب عندكم الولايات اللي تابعه للسفاره ببرلين، هامبورغ، ساكسن انهالت، برلين، براندنبورغ الى اخره. واللي جوا مكتوب عندكم الولايات اللي تابعه لفرانكفورت، هسن، راينلاند بفالس، سارلاند، بادن فوتنبرغ، بافاريا همينة. ضروري جدا انه تعرفون يا ولاية تابعة للقنصلية او للسفارة، لانه اذا رحتوا للدائرة الغلط فراح يرجعوكم من الباب وما راح يستقبلون المعاملة مالتكم. نوعا ما نقدر نقول وسط وجنوب المانيا تابعة لفرانكفورت وشمال المانيا تابعة للسفارة ببرلين. راح ننتقل وياكم هسه لفقرة تجديد الجواز، الاستمارة بالضبط شلون راح تدخلون عليها وشلون راح تملوها وشلون راح تكون النتيجة النهائية. وراح نجي هسه الأول نقطة اللي هي استمارة تجديد الجواز العراقي. الاستمارة تقدرون تطلعوها من موقع القنصلية العراقية بفرانكفورت أو من السفارة ببرلين أو حتى من موقع وزارة الداخلية العراقي، هي نفس الاستمارة. راح نجي ندخل هنا القنصلية العامة بفرانكفورت على الخدمات القنصلية، جوازات، شروط التقديم على معاملة إصدار أو تجديد جواز السفر. ذني الشروط هنا كلية مكتوبة اللي أنا هم قلت لكم إياها بالفيديو، هذا الرابط. الرابط عادة يتأخر، يأخذ له 5 دقائق 10 دقائق، مرات ما يفتح، أكو تحشيشة بالموضوع، عادي صبروا عليه شوية. راح تيجي هنا تختار المعامله اللي انت تريد تسويها. انا راح احكي اليوم على تجديد جواز السفر اللي هي نفس اصدار لاول مره بيها بس شويه تغييرات. تختار تجديد جواز السفر، راح تنزل لي جوا هنا، هذن الشروط هم تقروهن زين، اكتب هذا الرمز حتى تقدر تفوت. هنا انفتحت عندكم الصفحه مال الاستماره. حتى تجون وتملون الاستمارة راح تجون تختارون أول شيء لغة تقديم الطلب، قدرون تقدموها بالعربي أو بالكردي.
ثاني فقرة راح تختارون مكان الطلب اللي هو راح يكون خارج العراق. سبب التجديد على الأكثر هو منتهي الصلاحية. راح تختارون الجنس، الاسم الأول هنا ينكتب بالعربي، هنا أنا أخذت اسم على لا تعيين. يعني هنا نشوف، لاحظوا كيف الفقرة تلقائيا كتب لكم الأسماء باللاتينية وبين قوسين بالإنجليزي. يعني قبل ما كنا نقدر نغير الاسم بالانجليزي، اللي ينطينا اياه بالاستمارة لازم نلتزم بيه، هسه نقدر نغيره. وهذه فرصة للناس اللي عندهم اختلاف باسمائهم بالجواز العراقي عن اسمائهم بالاوزفايز الالماني، يعني يقدرون يطابقون الاسامي بهالفقرة هاي. تاريخ الميلاد اختار تاريخ لا تعيين، محل الولادة راح نختار داخل العراق، المحافظة والبلد بغداد، والحالة الاجتماعية متزوج. هنا خدمة عادية، ما تقدرون تسوون الخدمة السريعة مثل ما موجود بالعراق، تدفع 250 ألف رأسا ينطوك ورا كم يوم. يعني هذه الخدمة موجودة بألمانيا. المهنة مو ضروري انه تكتبوها، يعني اي حقل ما مؤشر بالنجمة الحمراء فانتم ما ملزمين انه تسووه. نجي للصفحة الثانية على التالي، معلومات العنوان. بما انه خارج العراق فهاي معلومات المحافظة والقضاء والناحية والدار والزقاق كلها ما راح نحتاجها. راح تختارون وسيلة الاتصال اللي هي الهاتف الجوال، وتخلي رقم مال ألمانيا. هذا الرقم هيك خليته مثال. العنوان خارج العراق، هنا راح تكتبون عنوانكم. تالي بالنسبة للناس اللي عندهم بطاقة وطنية، مجرد ما يحدد هذا المربع ويملي هذين الخيارات الأربعة ويطلع على الصفحة اللي بعدها، خلاص ماكو داعي يملي الأشياء الثانوية. اللي ما عنده بطاقة موحدة، لا راح يجي يملي هذني بطاقة السكن، رقم بطاقة السكن ما مطلوبة، مطلوبة من عندك رقم البطاقة الشخصية ورمز البطاقة الشخصية والمحافظة. ذن المعلومات كليتها تكون موجودة بالجنسية وشهادة الجنسية، اثنيناتهم صارت لي فوق على اليمنى. راح أعطيكم مثال هسه راح أسوي، راح أخلي أرقام يعني مو صحيحة. المحافظة بغداد، الدائرة الرصافة، سجل صحيفة، تاريخ إصدار البطاقة الشخصية. هم كاتبين بالموقع أنه لازم البطاقة الشخصية يكون صار لها 15 سنة، بس هم على الأكثر يأخذون، المهم أنه يكون بها فسفورة. رقم المحفظة، جهة إصدار، تاريخ إصدار الجنسية، نروح على التالي. هنا راح ينكتب بيانات رقم الجواز السابق، جهة الإصدار وتاريخ الإصدار راح يكون منتهي. يعني ناخذ مثال 2022-2019. التالي هنا راح تكتبون بيانات ولي الأمر في حالة إذا أنه الجوازات كانت لأطفالكم يعني قاصرين، فراح تجي تختار هنا لا ما عندك ولي أمر، يعني إذا أنت شخص بالغ فتختار لا تربط صلة قرابة وخلاص. بيانات ولي الأمر هذه راح تختاروها في حالة إذا أنتم تردون تسوون جواز لأطفالكم القاصرين على مود منتجون أنتم تستلموهن، يعني لازم الأب أو الأم ولي الأمر يكون موجود من الطفل القاصر يقدم على الجواز. نروح للتالي. هنا راح نقر بين جميع المعلومات المدخلة صحيحة ويتحمل أي معلومات خاطئة في الطلب. راح تيجي تدوس تثبيت الطلب أو الطباعة في حالة إذا عندك طابعة بالبيت، إذا ما عندك راح تختار طباعة الطلب، فراح ينزل عندك بشكل كالتالي. راح ينزل عندكم بهذا الشكل، تقدر تنزله وتخزنه هيجي عندك. إذا عندك طابعة بالبيت تقدر تطبعها، إذا ما عندك طابعة تأخذ هذا الأوردر وتروح تطبعها وين؟ عند الدي إم. من تطبعون الورقة تنتبهون إلى أنه تكون الاستمارة كليتها بورقة واحدة A4، مو تكون ورقتين لا وجه قفا ولا شوية طالع من عندها، لأنه إذا
ما كانت بورقة واحدة راح يرفضوها وما راح يقبلون عندكم الطلب، وراح تضطرون تروحون للمكاتب تسووها. أتمنى يفيدكم هذا الفيديو ويعجبكم، ولا تنسوني باللايك والشير والاشتراك. تحياتي لكم، مع السلامة.